حقك اللهم نبدا على بركته نتوكل منه دائما وابدا طلب السداد والتوفيق والنجاح ايها المتابعون ايها المستمعون الكرام الى فاضل اجدد الترحيب بحضراتكم من جديد مع تواصل هذه التحديات وهذه الانطلاقات من هنا من على أرضية عاصمة الميادين من ميدان الوثبة وهنا في هذا اليوم انطلاقاتي وتحدياتي سن اللقاية الأعداد بدأت تتزايد شوطا تلو شوط انطلق بانطلاقة هذا الشوط وأتابع الأمور على المقدمة وعلى الصدارة أتابع أول الأسماء المنطلق هنا في هذه اللحظات ريسنج مبخوت بن أحمد بن حربي بن سالم العامري ينطلق بانطلاقة هذا الشوط متواجدا على صدارته من الجانب الآخر أتابع التسللات والانطلاقات انطلاقتي هنا في هذه اللحظات هرمز بدأ يتسلل حمد بن عبد الله بن عيد المنصوري بدأ يقدم لنا هرمز على ثاني التحديات بينما ثالثا أتابع هنا شعار هملول الواصل في هذه اللحظات وانطلاقتي شعار راشد بن محمد بن بخيت المحرمي رابعا أتابع القدوم والوصول في هذه اللحظات من شعار سلهود يقدم لنا مرموق في هذه اللحظات شعار مبارك بن طرشوم مصالح العامري بينما أتابع خامسا خامس الأسماء والواصل في هذه اللحظات وصل ليث في هذه الأثناء أحمد بن مبارك بن منيف المنصوري أتابع الأسماء المنطلقة وهنا من الجانب الآخر من يتواجد على سادس المراكز أتابع حداد محمد بن سالم بالحوتة العامري وسابعا أتابع المنطلق في هذه اللحظات والواصل في هذه الأثناء من الجانب الآخر هنا على ما يبدو لي انطلاقة ووصول في هذه اللحظات الاسم الواصل من الجانب الآخر هناك رقم غير واضح حتى هذه اللحظات مع لحظات اختلاط الشعارات واندفاعها في هذا المستوى الكبير وهذا الأداء التلقائي يا سلام يا هي أسماء يا هي شعارات اختلطت الأمور اختلط الحابل بالنابل في هذا الشوط ولكن مقدمة الشوط أعود من جديد لأتابع الأمور الرنج على المقدمة الرنج بدأ يتسلل وصلوا أبناء الدوحة وراجح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري بينما ثانيا أتابع الاسم القادم ووصول في هذه اللحظات ريسين مبخوت بن أحمد بن حربي بن سالم العامري وصل ثانيا بينما ثالث التحديات أتابع الاسم القادم أتابع الشعار الواصل هنا في هذه اللحظات شاهين فارس بن معضد بن محمد المزروع هذا الشعار القادم في هذه اللحظات أتابع شاهين أحمود بن سالم بن رغش الوهيبي وصلوا أبناء السلطنة لينطلقون في هذه اللحظات ويتسلطنون في هذه الأشواط أتابع الاسم القادم أتابع الشعار القادم وصل مشوش مبارك بن سالم بن راشد الساعدي ولكن أتابع شعار طيار الوثبة وصل في هذه اللحظات لينطلق مع هرمز حمد بن عبد الله بن عيد المنصوري ولكن الأمور في خطر الأمور في خطر ولكن بن عقيل منطلق مع مقدمة شوط ووصلوا أبناء الأبيض وصلوا أبناء برزمان انطلقوا مع المراكز الأمامية شاهين أحمود بن سالم الرغش الوهيبي وصل وانطلق
مع شاهين في هذه اللحظات. أبناء برزمان دائما الناموس معهم في أمان، إن لم يكن لأبناء الشحانية كلام آخر هنا مع الرنج وشعار راجح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري. الأربعمية متر الأخيرة وصل شعار طيار الوثبة ليقدم لنا هرمز، ولكن أبناء الأبيض أبناء السلطنة، نعم مع شاهين أحمود بن سالم بن رغش الوهيبي، العصا في البطان العصا قوس، حركوا وانطلق شاهين، انطلقوا مع السلامات التي غادرت إلى أبناء السلطنة. سلام عليك يا أبو محمد سلام، هذا الفوز وهذا الانتصار مع شاهين حمود بن سالم بن رغش الوهيمي. بينما ثانيا وتابع الرنج راجح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري، وثالثا وصل هرمز حمد بن عبد الله بن عيد المنصوري، ورابعا وتابع هنالك قدوم وصول شاهين فارس بن معضد بن محمد المزروعي، وخامسا كان الوصول مع ليث واحمد بن مبارك بن منيف المنصوري. اذا شعار هنا ابناء السلطنه مع شاهين حمود بن سالم بن رغش الوهيبي، 6 دقائق بدون اي ثواني وجزئين 2 من الثانيه، تهانينا والناموس لابناء السلطنه على هذا الفوز. بينما ثانيا وتابع القادم هنالك الرنج، الشعار راجح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري، 6 دقائق ثانية واحدة وخمسة أجزاء من الثانية. بينما ثالثا حل هرمز، الشعار حمد بن عبد الله بن عيد المنصوري، والتوقيت الزمن كان 6 دقائق وثانيتين. بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.